قضية فلسطين، مش قضية فلان أو علان. كثير من الناس كيف تصوروا لأنه يعني انتهى أمر هذه القضية منذ أن مات إمام الشهداء قبل عز الدين القسام رحمه الله إلى الشيخ أحمد ياسين رحمه الله إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رحمة الله عليه. القنوات التلفزية تتحدث عن مرحلة ما بعد ياسر عرفات كأنه يعني انتهى الأمر، واحد الخطأ كبير. لكن الحكماء من المسلمين ومن اليهود أيضا حتى اليهود يعلمون هذا ويقولونه ويصرحون به أن قضية فلسطين هي قضية في جوهرها دينية. هذه العقدة لليهود ما عندهم حل، لا حل لهم. ومن سوء حظهم، من سوء الحظ لليهود أنهم حينما فكروا في استعمار فكروا في فلسطين، ولو كان الأمر متعلقا بدولة أخرى ربما لكان الأمر أهون، وربما لأبادوا أهلها واستوطنوا إلى يوم القيامة كما فعل الاستعمار الأوروبي بجنوب إفريقيا وبالغزاة الغربيون بأمريكا. انتهى، صافي، صارت توطين واستيطان أبدي، وأبادوا تقريبا ثقافة المجتمع الأصلي. لو فعل اليهود شيئا من ذلك ربما انتصروا، ولكن مأساتهم أنهم دخلوا إلى وطن فيه المسجد الأقصى. والله جل وعلا لا يذكر شيئا في كتابه إلا لحكمة. هذه قاعدة شرعية عند علماء قديمة معروفة، أن الأمور الكبيرة اللي عندها علاقة بصيرورة التاريخ وصيرورة المجتمع الإسلامي في أحوال الضعف وفي أحوال القوة دائما ثابتة، ما كتبدلش ما كتغيرش، كتبتها الله تعالى في القرآن الكريم. ولذلك اللي كيتأمل وكيقرأ القرآن كثير وعنده نظرات يتساءل لما فصل الله في قصص بني إسرائيل ذلك التفصيل الذي يفوق نصف القصص. إلا شديت القصص ديال القرآن الكريم، قصص عاد وثمود وفرعون وإلى كل القصص اللي موجود في القرآن الكريم غادي توجد قصة بني إسرائيل أكثر من النصف ديال الذكر، يعني عداد ومرات ذكر قضايا بني إسرائيل أكثر من النصف ديال القصص القرآن، رغم أنهم لا يشكلون شيئا من حيث الكثافة السكانية في العالم. شحال هما العدد ديالهم قاع في الكرة الأرضية كلها، مع ذلك الله عز وجل تحدث عنهم في الكتاب أكثر من غيرهم من الأمم، لما يعلم سبحانه وهو العليم الحكيم الخبير أن هذه العلاقة سيكون لها شأن في مستقبل الأيام إلى ما بين يدي الساعة، وإلى ما حملوا من التوراة قبله، فكانوا مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. خانوا عهد الله عز وجل، ثم بعد ذلك لهم شأنون مع المسلمين لن ينتهي إلى ما بين يدي الساعة، فذكرهم الله بهذا الذكر الضخم الواسع العريض المفصل في القرآن الكريم. هذه قاعدة من القواعد القرآنية التشريعية. ثم ينزل صورة اسمها صورة الإسراء، ويخليها صورة كاملة، صورة كاملة، صورة الإسراء. وما الإسراء إلا ربطا أفقيا بين الكعبة، ربط أفقي يعني واحد الخط كما يقولوا اليوم باللغة المعاصرة جسر جوي ما بين الكعبة والمسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، سبحانه جل وعلا. ثم عرج به من على الصخرة التي عليها الآن قبة الصخرة بالأقصى إلى السماوات العلى، وكان خط آخر عمودي، وهذا فيه دلالة عميقة جدا
إلى أن الله جل وعلا هو الذي يتولى أمر هذه الأمة ما دامت متمسكة بهذا المنطق اللي هو منطق القرآن الكريم. ولهذا لا خوف على الإسلام ولا على بلاد الإسلام مهما طال الزمان، طول الزمان قداش ما بغى يطول، الحضارات بين كر وفر وبين مد وجزر. هذه حقيقة ننساها، ولها وجهان، عندها جوج ديال اتجاه، وحنا المسلمين مع الأسف كننساوها. لكن قلت الذي يمارس قراءة القرآن وتدبره يدرك ذلك، وقلت حتى الحكماء ديال اليهود يعرفون ذلك، ولذلك كثير منهم ضد وجود اليهود الآن في دولتين في فلسطين. عدد ديال الحكماء من الحاخامات، يعني رجال الدين ديالهم ماشي ناس عاديين، ضد الاستعمار اليهودي الصهيوني في فلسطين، ولا شك كثير من الناس استمع إلى كلامهم وهو موجود بل مكتوب أيضا. قلت الوجهان جزء الاتجاهات ديال الحقيقة، إضافة إلى ما ذكرت أن القضية الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يديرها ويدبر أمرها ويستدرج من يستدرج ويبتلي من يبتلي. جزء الأمور يستدرج اليهود سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويبتلي المسلمين إحنا كي يبتلينا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليثبت من ثبات على الحق ويكون من المؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وليفتن من يفتن ويتخذ له ما شاء من الاتجاهات ومن القبلات مما دون صراط الله المستقيم وقبلته الثابتة. فالله جل وعلا هو سبحانه من يدبر شأن الكون كله. الأمر الثاني أن القضية الفلسطينية مش ديال الفلسطينيين أبدا، هذا غير صحيح. القضية قضية الأقصى، وفلسطين قضية المسلمين. المسلمين مليار ونصف ديال المسلمين في العالم، تلك قضيتهم. فليبيدوا شعب فلسطين كله، يعني ولو أنهم يفضلوا مع الفلسطينيين كاملين ما يبقى حتى واحد، لن يجدوا راحة أبدا ولا مستقبل لهم. أقول لا مستقبل لهم هناك، إلى ما قدرش هاد الجيد كاين جيل آخر سيأتي، ما دامت سورة الإسراء موجودة وما دام القرآن موجودا. وقد علمنا قطعا باليقين أن الأرض تزول، الأرض كلها تمشي، والقرآن لا يزول، يبقى إلى يوم القيامة. فلذلك إذن المؤمن من نظر إلى حقائق الأشياء في العالم بنظر الله، بنظر الله أي بنوره سبحانه وتعالى الذي يضيء به بصائر المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.